السلام عليكم. كيتواجد معنا احد مشجعي الوداد البيضاوي الاخ جمال. بغيت نسولك كيفاش كتشوف راسك وانت غادي دابا للتيران والاجواء اللي كيمر فيها هاد الماتش ان شاء الله؟ السلام عليكم الاخوان، وكنشكروا الاخ الصديق اللي هو رجاوي وكل وجه ليا السؤال. شكرا خويا. كنا خاوه بحال الرجاء بحال الوداد بحال بحال. الحاجه الوحيده اللي كنركزوا عليها هي الروح الرياضيه وما يكونش الشغب، هادشي اللي كنركزوا عليه. ونتمنوا التوفيق للجميع اللي يلعب كوره وكان مزيان في التيران وربح بصحته. الاخ جمال، الاخ اجمل، كيفاش كتبان لك هذه المقابله وفريق ديال الوداد البيضاوي مرقص من 6 لاعبين على الاقل؟ الحمد لله راسك المقابله جيده بحكم فريق الوداد ابرز العناصر غالبا، ان شاء الله كنتمنوا الفوز فريق الرجاء البيضاوي مع النقص العددي، ان شاء الله تكون شي حصه عريضه. ان شاء الله حصه عريضه بينهم لاعبين العيالات. مصر ومجرى نفتتح قمه دوري وكأس محمد السادس بين ديربي الرجاء والوداد الغريم التقليدي الوداد. هناك فريق اسمه الوداد وفريق اسمه الرجاء الذي نعشقه ونحبه حتى النخاع. والاخ جمال واخا ودادي وكيفين فينا كنقولوا لي بلاد المنبر الله يعطيك الصحه وراك عزيز علينا. كنشكروك على حسن الضيافه وحسن على الاستقبال الذي حطت فيه الريحان ولاد سعيد. تحية لجماعة ولاد سعيد، جماعة ولاد عبو، جماعة فوكو والناس العزاز، تحية للدراري اللي قاموا بواحد الدور كبير والناس اللي ساعدونا حتى ذبحنا الأضحية ديالنا ورجعنا بسلام والحمد لله. حنا إن شاء الله دابا فين كنتواجدوا دابا؟ دابا كنتواجدوا خويا قرب البيضاء لمسكن عثمان الأخ ديالنا صديق الحبيب المفضل لدينا الرجاوي المعروف بأبو أحمد. الله يحفظك أخويا رفيق متولي، الله يحفظك نشكرك. وهذا هو أحد أقدم الشيافر في المغرب. شكرا للأخ هشام كنقدموا ليه الشكر. تحية ليه تا هو. أخوري التعازي الحارة في فقدان النعجة. كل شيء ديال الله، سير على الله.